السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في قناتكم العربية المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. إخواني الكرام، اليوم سوف نقوم بشرح مرة أخرى موقع هذا الذي يعطينا يوميا الربح من المكافآت التي يقدمها عن طريق اليوتيوب وكذلك عن طريق الفيسبوك وغيرها من السوشيال ميديا. إخواني الكرام، بإمكانك أن تربح منه عن طريق المكافآت التي يقدمها. إخواني الكرام، نحن لا نقوم باستغلالكم أو ما إلى ذلك، نحن فقط نريك الطريقة الصحيحة للربح من المواقع التي نقدمها. طبعا بالتأكيد نحن نقوم بالاستفادة منها عن طريق رفعها على قنواتنا، ولكن إخواني الكرام نحن بكل وضوح وبكل شفافية نقول لكم أن كل هذه الأشياء التي نعملها ما هي إلا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أننا سوف نقوم بالربح منها من المكافآت، ليس استثماري ولا أي شيء. إذا كان تريد الاستثمار فنحن نقوم باستغلال الموقع في بدايته، يعني بإذن الله تعالى لن تخسر معنا بإذن الله تعالى. وكل شخص مسؤول عن ماله، وأنا دوما أكرر دوما لا أنصح أحد أبدا بالاستثمار في مثل هذه المواقع، ولكن إخواني الكرام نحن نقوم بشرح هذه المواقع للربح من المكافآت المجانية، بمعنى أننا نربح ربح مجاني فقط. مرة أخرى أكررها، نربح ربح مجاني فقط لا غير. إذا أردت أنت أن تربح أخي ربح مجاني فكل ما عليك أن تعمل مثل ما نعمل. إذا لم يكن لديك قناة على اليوتيوب فقط أخي الكريم قم بمراسلتي، وكل ما يجب أن يكون لديك هو 10 أو 15 دولار وسوف أعد لك قناة على اليوتيوب فيها أقل شيء 500 مشترك، بحيث بإمكانك أن تعمل فيديوهات مثل هذه التي نعملها، وبإمكانك أن ترفعها على المواقع مثل هذه المواقع وتربح منها يومين 2 دولار. تخيل هذا 15 دولار التي سوف تعطيها لنا، سوف أنت تربح منها بعد ذلك من مثل هذه المواقع يوميا. كل ما عليك فقط أن تعمل فيديو وترسل على القناة. أما بالنسبة للمشاهدات التي يجب أن تعملها فقط كل ما عليك أن ترسل لنا عن طريق، يعني مثلا أنت تريد في كل يوم سوف ترسل لنا فيديو واحد، سوف أخذ منك 2 سنت. يعني تخيل أنت سوف تربح 1.8 سوف تربح 2 دولار وسوف أنا أخذ منك 2 سنت، يعني 0.2 سنت. من يعرف الدولار سوف يعرف السنت. إخواني الكرام، هذا كل ما في الأمر، لذلك لا يوجد أي تعقيد بالنسبة لهذا الأمر. كذلك أخي الكريم، أنت الآن في ماذا؟ في موقف يجب أن تقوم باستغلال هذه المواقع. أنت الآن تريد الربح من رأس مالك. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في قناتكم المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. أخي الكريم، اليوم سوف نقوم بشرح هذا الموقع الرائع الذي سوف نشرحه العديد من المرات. كما قلنا سابقا إخواني الكرام أن مثل هذه المواقع مواقع استثمارية نقوم باستغلالها لمدة فترة معينة. هذه الفترة أخي الكريم لا تزيد عن 15 يوما فقط، أي بمعنى أسبوعين. عندما تقوم أنت أخي الكريم بالاستثمار في هذا الموقع، وأيضا كذلك لا نقوم بالاستثمار عندما لدي أكثر من 3 أسابيع، لا، نحن نقوم بالاستثمار عندما يكون لدي أيام قليلة أي أقل من أسبوع، فنحن نقوم بالاستثمار فيه، وبعد أسبوعين بالضبط نقوم بسحب رأس مالنا، وهكذا نحن في هذا الشيء قمنا بماذا؟ بالربح من الموقع. هذه هي الاستراتيجية التي نعمل عليها، وقد عملنا عليها في هذا الموقع، وقد قلت لكم سابقا قوموا بالاستغلال، وقد استغل، لا أعلم هل أحد فعلا استغل هذا الموقع لمدة أسبوعين أم لا، ولكن حقيقة لا أحد يتبع النصائح والتعليمات التي
نتركها لكم. لذلك أخي الكريم، إذا أنت تريد فعلا الربح من الاستثمار والإنترنت، فقط قم باتباع النصائح والتعليمات التي نعطيها لكم. أخي الكريم، بالنسبة لماذا نحن الآن نقوم بشرح الموقع، بما أنك أنت لا تريد نحن، يعني بمعنى أنك أنت لا تريد أو أنا لا أريدكم أن تقوم بالاستثمار في هذا الموقع، إذن لماذا أنت تقوم بشرح هذا الموقع؟ البعض يسأل هذا السؤال، وقد أجبت لكم عديد المرات بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية إخواني الكرام، أننا نقوم بذلك للربح من المكافآت المجانية التي يعطيها لنا الموقع، بمعنى أننا إذا قمت أنا برفع هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب، فالموقع سيعطيني ماذا؟ سيعطيني ربح ما لا يقل عن 2 دولار يوميا، وهذا بالنسبة لي أنا يعني سوف بمعنى ذلك أنه سوف يكون بمثابة دخل لي إخواني الكرام، وأيضا رفع رأس المال الخاص بنا، وكذلك بإذن الله تعالى نعمل عليه مسابقات إخواني الكرام في الأيام الأخرى. إذا أردتم أن نقوم بمسابقة إخواني الكرام، فقوموا بترك تعليقات لنا أسفل الفيديو لنعمل تلك المسابقة إخواني الكرام. ولكن إخواني الكرام، في هذا القناة حاليا يقل التفاعل بكثرة، لا أعلم لماذا، ولكن أنتم قولوا لنا ما الذي تريدوه من هذا القناة. هذه القناة اعتبرها قناتك أنت أخي الكريم، وقل لنا ماذا تريد بالضبط أخي الكريم. لذلك أخي الكريم، إذا أنت تريد فعلا الربح من الاستثمار والإنترنت، فقط قم باتباع النصائح و